يختبئ قادة القاعدة في الجبال الواقعة على الحدود الباكستانية الأفغانية، وهم يشاهدون جميع القنوات العربية التي تطلق عليهم تسمية الإرهابيين، في حين يتبارى المعلقون على كيل المديح للمقاومة التي يقودها حزب الله. إن وصمة الإرهابيين التي تلاحقهم تعتبر مأزقا لهذه المنظمة التي تدخل الثورة الاجتماعية كأحد أهدافها الأساسية، فهذه الوصمة تدفع بالقاعدة للتهميش في حين تزهو جماعات مسلحة أخرى بمجدها، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على جهود القاعدة في محاولاتها لتجنيد عناصر جديدة في صفوفها. وخلال العام الماضي تعرضت قيادة القاعدة لانتقادات داخلية شديدة نتيجة لعنفها العشوائي والغير مبرر. في أواخر عام 2007 قام سيد إمام الشريف القائد السابق لتنظيم الجهاد المصري وأحد القادة الأيديولوجيين للحركات الجهادية قام بنشر كتابات انتقد فيها القاعدة بشكل قوي ومؤثر، لدرجة أن الظواهري نفسه شعر بالحاجة للرد عليها بشكل شخصي. وتفيد المؤشرات أن القاعدة تملك خططا لتجاوز عقبة حزب الله في جنوب لبنان، ففي 23 سبتمبر وفي مقالة نشرت على موقع الإسلام أونلاين ذكر الكاتب الأردني أكرم حجازي أن القاعدة تنوي استفزاز حزب الله وجره إلى صراع مع إسرائيل، الأمر الذي سيسقط عصفورين بحجر واحد على حد وصف الكاتب، فحزب الله سيضعف إسرائيل لكنه سيضعف هو الآخر أيضا، الأمر الذي سيمكن الجهاديين السنة من اتخاذ مواقع قتالية متقدمة. وفي هذه الأثناء تأمل القاعدة باستدراج حزب الله ليوجه سلاحه إلى اللبنانيين الآخرين. يبدو أن القاعدة بدأت تفقد الأماكن التي تقاتل فيها، ففي العام الماضي أخرجت القاعدة من العراق بشكل كلي تقريبا، كما وتشير آخر التقارير الآتية من أفغانستان إلى وجود جهود سعودية للفصل ما بين طالبان والقاعدة، وهو ما يضيق عليها الخناق هناك أيضا. وبالعودة إلى موقفها الدفاعي القديم، تبدو الحرب ضد إسرائيل هي أحد أفضل الاستراتيجيات التي قد تتبعها القاعدة لاستعادة مصداقيتها، ولكن بنفس الوقت يبدو ذلك بشكل متزايد خيار القاعدة الوحيد حالياً.